مشاهدي قناة شوف تيفي، صباحكم مبارك سعيد، صباحكم حب أمل وتفاؤل. الله يرفع لنا هذا الوباء ويرجع المياه لمجاريها. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، غنناقشوا الآن بالنسبة لساكنة مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية، شنو رأيكم في القرار اللي اتخذته عامل عمالة مكناس، قرار إغلاق كل من حي كاميليا والمنصور. فاليوم على الساعة 6 غادي يخرج حيز التنفيذ إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي يوميا على الساعة 10 ليلا، إغلاق جميع الأسواق القرب والسويقات المشابهة يوميا على الساعة 6 مساء، إغلاق الكلي لحي المنصور وكاميليا التابعين للنفوذ الترابي للمنطقة الحضرية الإسماعيلية، منع التنقلات من وإلى حين المشار إليهما أعلاه إلا بعد الحصول على شواهد التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية المعنية لأغراض مهنية أو إنسانية أو صحية. إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي المتواجدة داخل الحيين سليف الذكراني حي كاميليا والمنصور يوميا على الساعة 8 ليلا. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، السلطات المحلية الإدارية والمحلية والأمنية غتقوم بتنفيذ هذا القرار كل في المجال اختصاصي بتنسيق مع المصالح الجماعية المعينة. إذا غيدخل هذا القرار حيز تنفيذ أو حيز تطبيق ابتداء من اليوم السبت على الساعة 6 مساء. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، للتذكير من بعد ما عرف حي المنصور وكاميليا بؤر انتشار فيروس كورونا، اتخذ عامل عمالة مكناس قرار اغلاق الحيين بالكامل، او غادي يتم اغلاق الحي ديال كاميليا وديال المنصور، ما يمكنش تدخل او تخرج الا برخصة استثنائية اللي تعطى لك من طرف السلطات المحلية اللي تابع لها. فهذا القرار جاء من بعد ما عرفوا هاد الجوج احياء عدد كبير من انتشار فيروس كورونا، او لا عرفوا بؤر انتشار فيروس كورونا. فكيف ما شفنا في القرار اللي بين يدينا كيقول انه غادي يتم اغلاق جميع المقاهي والمطاعم على الساعة 10 ليلا، والسويقات غادي تسدو مع استاد العشية. فحقيقة نتمنوا السلامة للجميع، ونتمنوا ان الله العلي القدير يرفع علينا هذا الوباء. فبالنسبة للناس ديال مكناس، الناس ديال المنصور وكاميليا والكل مكان اللي كيتابعونا الان على هذا البث المباشر، باش يكون العلم ديالهم ان حي المنصور وكاميليا غادي يتم الاغلاق ديالو بالكامل. وبالنسبة للاسواق، الاسواق القرب والاسواق المشابهة غادي يتم الاغلاق ديالهم حتى هما للساعة 6. وهذا القرار يكون حيز التنفيذ اليوم مع استاد العشية، غيتم الاغلاق ديالهم، ما تدخل ما تخرج الا برخصة استثنائية لإما مهنية واما انسانية واما صحية. انا غادي نرجع نقرا التعاليق ديالكم طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي. فقبل ما نرجع نقرا التعاليق ديالكم، نشوفوا اخر حصيلة علنات عليها مندوبية الصحة جهة فاس مكناس ربما البارح، اللي حقيقة كنشوفوا ان عدد الاصابات في مدينة مكناس كثار، ونتمنوا السلامة. هي آخر حصيلة اللي علنت عليها مندوبية الصحة في مدينة مكناس، ربما الأرقام اللي غنذكر هي قابلة للارتفاع أو غادي تكون أقل من هذه. على كل حال كنشوفوا أن مدينة تازة أو مدينة فاس اللي هي كتصدر الصدارة اللي هي الأولى، مدينة فاس فيها 420 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا تحت العلاج الحدود الساعة. أما تازة 304 الحالات، صفرو 159 حالة، بولمان 100 حالة، إفران 55 حالة، الحاجب 49 حالة، مكناس 191 حالة، مولا يعقوب 41 حالة. أنا لاحظت أن الحمد لله مكناس كاين تراجع في عدد الإصابات، وإنما هادشي ما كافيش،
خاصنا المزيد من الحيطة والحذر والوقاية خير من العلاج. هنا طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي غنرجع نقرا التعاليق ديالكم اللي غنشوفوا. زبيدة كتقول بادرة حسنة لتوقف انتشار الفيروس، صحيح يعني ما تاخذ هذا القرار الا راه كان واحد الاجتماع وكانت واحد وكان واحد يعني كانت تنسيق وكانت واحد دراسة باش خرجوا بهذا البلاغ اللي هو غلق كل من حي كاميليا والمنصور. وعليكم السلام كل من محمد وزبيدة، الله يرفع لنا هذا الوباء يا رب العالمين امين، الله يرفع لنا ويخفف ما نزل يا رب. هنا غادي نجيو يا ربي سلامه، واش حيدو الطوبيس سفيان الحيدر واش غادي يحيدو الطوبيس؟ طبعا ما غاديش يتحيد لانه غادي يقدر ينقل الناس اللي غادي يمشيو للخدمه، لان كيف ما ذكرت البلاغ كياكد على الناس اللي غادي يكونوا خدامين غادي ياخذوا الرخصه ديال التنقل من الملحقه التابعه اليوم او الملحقه التابعه اليوم. طبعا هنا غادي نشوفوا حتى كاين الناس اللي غادي يمشيو يتشافى للمستشفى للحالات الانسانيه. لا حول ولا قوة بالله، سلام، نهار طيب إن شاء الله بإذن الله. لالا سعاد يكون نهار طيب لنا جميعا، ربي يسمعنا ويسمعكم أخبار الخير. يا لطف يا لطيف يا الله، يعني الكل تعالق لطفك يا الله. نتمنوا السلامة. هنا محمد موساوي كيقول علاش ما سدوش الوزينات اللي منهم بدات كورونا ولا كيعرفوا كيعرفوا غير الاحياء الشعبيه. السؤال كيبقى مطروح. سي مهدي كيقول علاش ما كيتمش الاغلاق ديال الشركات اللي فيهم اللي تسجلوا فيهم عدد الاصابات ربما من اجل الحفاظ على على يعني الاقتصاد، لان اللي تكون الوزينات كاملين فراه الاقتصاد الوطني تشلل وغيزيد اكثر فاكثر. على كل حال نتمنوا انهم يلقاو حل سلس وحل مناسب للجميع. لالا زبيده كتقول لازم بيوتكم ما تخرجوا الى الضروره. سي هلالي كيقول عالي كيقول الصوت قليل بزاف، ما كيبان لي الصوت راه واداك هلالي، غير خصك تحيد شي بلاصه يمكن فيها الصداع. على كل حال مشاهدي قناه شوف تيفي خصوصا الساكنه ديال مدينه مكناس، بما انني كندير هذا البث المباشر مباشره من العاصمه الاسماعيليه مكناس، كنذكركم انه اليوم غتكون يتم اغلاق كل من حي كاميليا وحي المنصور كليا. غادي يتم اغلاق المقاهي والمطاعم والاسواق وجميع الاماكن غيتم الاغلاق ديالها. وبالنسبه للتنقل من والى من هذه الاحياء اللي ذكرت الان والى، غادي يمكن لك انك تنتقل منهم برخصه استثنائيه اما للعمل واما للطبيب واما للحاله الانسانيه. على كل حال نتمنوا التوفيق ونتمنوا الشفاء للجميع ونتمنوا نوال علي القدير يرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل. مشاهدي قناه شوف تيفي فاحنا ذكرناكم ان مادي اخر حصيله للناس عليها مندوبيه الصحه قبل اخر حصيله عفوا اخر حصيله للناس عليها مندوبيه الصحه، كان عدد الحالات في مدينه مكناس اللي هو وصل ل 191، يعني كنشوفوا انه كاين واحد التراجع عدد الاصابات وربما هذا التراجع هو كيرجع الفضل لكل من السلطات المحليه بمدينه مكناس، رجال الامن الوطني وحتى المجتمع المدني والاعلام اللي هو حتى هو كيقوم بالدور ديالو كيحسس بخطوره الموضوع. ربما الحملات التحسيسيه التوعويه عطات الاكل ديالها وعطات المفعول ديالها في ارض الواقع. فنتمنوا المزيد من الحيطه والحذر وكيف ما كنقولوا الوقايه خير من العلاج. مشاهدي قناه شوف تيفي الى هنا نقول لكم نهاركم مبارك سعيد، دمتم بالف خير والى اللقاء، تحيه لكم جميعا.